عم توت، عم توت، عم توت، ما هي عم توت؟ وين راحت؟ وين راحت من الصباحيات؟ معقولة تطلع وما أدري بيها؟ عم توت، أنا شلون وياها؟ ماكو. يا ريت تجي تقعدني، آخذ لي غفوة. حرفنا لهذا اليوم حرف الضاء. لم تنتبه هذا الشيء. أنا تعبان بصراحة. لا بأس يا ساعة البريد. يا ساعة البريد. أمر. الآن وقت قد تأخر جدا عن استقبال الضيف. من هو الضيف؟ فإذا أدعو على العشاء أو الغداء وين المشكلة؟ لا لا أدعو. أنا شو عليه بستاذ أحمد؟ تفضل أيها الطبيب على العشاء. ضيفنا لهذا اليوم أعظم الأطباء الرازي. يا أهلا وسهلا بالعالم والطبيب الكبير الرازي. يا أهلا. الحقيقة مدينة الحروف راح تغمرها السعادة بزيارتك اليوم، وأنا سعيد جدا بهذه الزيارة، وأنا بصفة شخصية راح أقدم لك كل أهالي مدينة الحروف وأعرفك على كل معالمها. أنا ساعة البريد وبلا فخر، الضيف اللي يجي لازم ينزل يمي ويقول لك الضيف ورا 3 أيام تسئله، بس أنا راح أسئلك من هسه. عندي خلق هنا صاير من شبحة بالبايسيكل، يعني كونك أنت عالم وطبيب تقدر تخلصنا من هالخلق هذا؟ لا علي، بإذن الله سأعالجه هذا. هلا بهالجاي، هلا بهالجاي. هذه مهنتي. اتفضل اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا بالطبيب العظيم الكبير الرازي، واليوم راح يكون الدرس عن حرف الضاء، يعني الظاهر. حقيقه راح اعرفك على مدينه الحروف وكل محتوياتها، يعني عندنا مثلا العمتوت، عندنا الاستاذ احمد والتلاميذ، وان شاء الله تكون زيارتك ان بيها فائده كبيره. ان شاء الله، وانا اليوم ضيف عليكم. ضيف عزيز، وما اخفيك سر، خاف يعزمك استاذ احمد قل له لا ساعة البريد عزمني على العشاء. انت ضيف على العشاء اليوم. على الرحب والساعة، على الرحب والساعة. تعال اعرفك على العم توت. تفضل. اعزائي التلاميذ، يأتي حرف الضاء في بداية الكلمة وفي وسطها وفي نهايتها. ظريف، ناظم، باهظ. مرحبا يا عم توت. اهلا 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 استاذ احمد، اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله. بدو استاذ احمد، ما طشفتك، اريد اعرف شنو موضوع اليوم. اليوم تقصدين الحرف؟ نعم نعم. حرفنا لهذا اليوم الضاء. حرف حلو جميل. نعم، حرف الضاء يعني الذي يشبه الطاء. إيه وعلي علي نقطة، علي نقطة. بالضبط صح. استاذ ومنو ضيف الحلقة؟ يا عم توت، ضيفنا لهذا اليوم أعظم الأطباء الرازي. يا عم توت، بما أن الحرف حرف الضاء، عليك أن تعطيني 3 كلمات تبدأ بحرف الضاء. ظمآن. نعم. ظهير.
أحسنت، نعم. ظهر 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 ظهري ظهري يوجعني ظهري يوجعني. لا عليك يا عم توت، أعلم أنك تتوجعي دائما من ظهرك، لكن اليوم ضيفنا هو طبيب وسيعالجك. أهلا أعزائي التلاميذ في درس جديد. كان ضيفنا اليوم الرازي أعظم الأطباء. في اسمه يوجد حرف الضاء، أعظم فيها حرف الضاء. إذن حرفنا لهذا اليوم سيكون حرف الضاء، وحرف الضاء هكذا يكتب. يا أحبة التلاميذ، هذا هو حرف الضاء. وضيفنا أيضا في اسمه يوجد حرف الضاء، انظروا، أعظم الأطباء الرازي. والآن يا حمزة، أعطني ثلاث كلمات تبدأ بحرف الضاء. ظهر، نعم، ولام، ظهير. نعم أحسنت تصفيق. قال لي حمزة ظهر، وأيضا قال لي ظلام، وقال كذلك ظهير. ثلاث كلمات فيها حرف الضاء، أحسنت يا حمزة. والآن يا مريم، أعطني ثلاث كلمات تبدأ بحرف الضاء. كاظم، ظافر، نعم، ظالم. أحسنتي تصفيق. قالت لي مريم كاظم، نعم لا تبدأ بحرف الضاء لكن فيها حرف ضاء، وقالت أيضا ظالم، وأيضا قالت ظافر. أحسنتي يا مريم. والآن يا بنين، أعطني أيضا ثلاث كلمات تبدأ بحرف الضاء. ظهيرة، ظهور، ظرف. أحسنتي تصفير. قالت لي بنين ظهيرة، وأيضا قالت لي ظهور، كذلك قالت لي ظرف. ثلاث كلمات فيها حرف الضاء، انظروا، هذا هو حرف الضاء. أحسنتم. حرف الضاء، سألتكم عن حرف الضاء فقال لي حمزة ظهر، ظلام، ظهير، وقالت مريم كاظم، ظالم، ظافر، وقالت أيضا بنين ظهيرة، ظهور، ظرف. هذه الكلمات فيها حرف الضاء. إلى هنا يا أحبة التلاميذ ينتهي درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء في درس جديد. إلى اللقاء. ظهر، ظلام، ظهير، كاظم، ظافر، ظهور. اهلا حمزه، شلونك؟ الحمد لله. حمزه، عرفت هذا ضيف المدينه الوياي؟ ايه الرازي. ايه عفي، احسنت، الرازي. حمزه انت ولد ذكي يا حمزه، أعطني ثلاثة كلمات فيها حرف الضاد. كاظم، ظفير، ظاهر. ما شاء الله، أحسنت أحسنت يا حمزة. تأتي حرف الضاء في الجملة الاسمية.
الظهيرة وقت إكمال الواجبات. أهلا وسهلا بأعظم الأطباء الرازي في مدينة الحروف. أهلا وسهلا بك وتشرفت بلقائك. حقيقة نحن من تشرفنا، لقد حصلت ما حصلت من شهرة كبيرة، حتى أن المستشرقين والمؤلفين في بلاد الغرب قد وصفوك بأعظم الأطباء. بالحقيقة هذا ما كنت أريده دائما، هو خدمة الإنسانية. لقد عرفناك طبيبا فقط، فهل لديك معرفة في علوم أخرى؟ بالطبع، فعلى الرغم من ذلك أنا رياضياتي وفلسفي وكيميائي. ما أشهر مؤلفاتك؟ نعم، كتاب تاريخ الطب وكتاب تاريخ الأدوية المفردة. لطيف جدا، أغبطك على ذلك. أنا أتذكر أيضا ابتكارك لخيوط الجراحة. أحسنت، سعيد جدا بك وتشرفت أيضا بهذا الحضور. تأتي حرف الضاء في الجملة الفعلية. يصبر المؤمن على الظروف السيئة. زين حبايب، أريد منكم تعطوني اسم الضيف. اليوم منو ضيف المدينة؟ ظافر. لا، منو؟ الرازي. إيه عفية، الرازي اليوم الضيف، عرفته، هذا الطبيب المعروف. حلو جميل، أنا لازم أشوفه. موزة، اليوم أنا كان الضيف رازي. الرازي الطبيب الكبير والعالم بالطب. شنو اسمي؟ رازي. رازي ها؟ ولا رازي العالم بالطب. رازي الطبيب الرازي. الرازي. يلا بعد شو تريد؟ لا امي بالبايت. لا انا عندي شغل، ما ضل العب وياك. يلا انزل. يلا لا. يلا انزل. جي 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 لك حموزه. لو كنزل حموزه. الا فر النفر. رح ننقلب. الا فر النفر كبيره. اعزائي التلاميذ، سنضع حرف الضاء في جمع المذكر السالم. الضامئون فيلم عراقي قديم. الطبيب والعالم الرازي، حقيقة أعبر لك عن نفسي شخصياً، أنا سعيد جداً بهذه زيارتك. شكراً لك. وكانت زيارة وبها فائدة عظيمة جداً، لأن يعني مدينة الحروف دائماً تلقيها تبحث عن العلم بمختلف يعني نواحيه. أنا عندي عتب بسيط وصغير، ليش ما بغيت على العشاء؟ في الحقيقة عندي كثير من المشاغل، في المرة القادمة بإذن الله. إن شاء الله، يسعد لي دائما تكون موجود يمني. إن شاء الله. يعني حقيقة هاي من يعني فظيعة، شلون طيبتها على السرية؟ يعني هسه مستعد أنا إذا تبقى يمنا غير كل ساعة انشبه حتى تطيب. فهذه مهنتي. إيه نعم، أستودعك الله. مع السلامة. هو بيا مستشفى داوم. أعزائي التلاميذ، سنضع حرف الضاء في جمع المؤنث السالم. يخرج الحق الناس من الظلمات إلى النور. عم توت،
أهلاً سعد بريد. أهلاً. الحقيقة يعني شخصية فعلاً واحد يستفاد منها. وأنا حبيته يبقى هنا. أنا شو بساعة راح حتى عزمته وما قبل. يعني أنا العالم الطبيب الرازي. يعني قال لي بعض الكلمات فعلاً. أنا ما راح أقول لك بيهم. لأني لازم أقعدك بالصف. أعلمك عليهن وتكتبيهن بورقة وقلم وتحفظيهن. فدوة. وانت عرفتهن؟ طبعا. انا حفظتهن من عنده. عافية. حتى كلهم انا التلميذة مالته. بعدين ارد اقولك على شغله. انت ليش جبت طاري الزلابية قدامه؟ وانا احبك المضيف الزلابية. بعد شكلها طيب بسي. شاي قهوه اعطي كعك وشاي. فاتحه عندك كعك وشاي؟ لا شو اسوي؟ ايش تفشلينا قدام الضيوف؟ اعزائي التلاميذ، سنضع حرف الضاء في جمع التكسير. الاظافر تحمي الاصابع من الجراثيم. Thank you.